خاطرة بعنوان وحينما تبتسمين للعراقي الدكتور عبد الرزاق فليح العيسوي. الإهداء إلى رحيق الورد، لأن الابتسامة هي الأحلى على شفتيك. نفرح واثقين أن الأمل يجمعنا. وحينما تبتسمين تستحيل كل الدنيا ساحة لأحلامي، فأحلق مع أحلامي، أسابق الغيوم فوق بحيرات من نور بألوان من ورد. معك عرفت طعم الأغاني واللهفة والشوق، وسوية تعلمنا الخوف من قسوة زمن يمضي، يمر علينا بلا دفء حنان، وكسرنا الصمت بنداء من القلب. هذا هو حبي ينهض من ركام رماد الأيام ليعلن توتبته من كل لحظات الفراق ولحظات مضيئة مثل مصابيح. كيف لي أن أنساها؟ كيف نجرؤ أن نغادرها أو نتناساها؟ فهل ينسى الورد رحيقة؟ وأنت رحيق الورد. ميسان، في 9 ديسمبر 2023، الساعة 11:27 صباحاً.